اتأخرتي ليه يا هانم؟ هو اللي اتأخرتي ليه؟ هو انت جوزي؟ سيبني بقى عشان مش طايقة نفسي. وانا جاي يا عم لقيتهم كاتبين على جروب الدفعة انتظروا نتيجة الفرقة الرابعة بعد قليل، وانا مرعوبة. هرسوا النهاردة نتيجتك خفيش سقطة ان شاء الله. يا شيخ ان شاء الله انت. بس عايزة ارد على التليفون. الو؟ ايه يا ماما؟ انا وصلت تمام. لبست الطرحة اللي قلت لي عليها. ايه بتقولي ايه؟ طب بصي عشان الواي فاي هنا ضعيف قوي فهشحن كده واكلمك تاني. ماشي؟ ماشي باي. مساء الخير على احلى جمهور. وحشتوني الخمس دقايق دول. عاوز اقول لكم انا قاعد انا واصحابي في مكان حلو قوي اسمه اوام، اسعاره مهينه تحفه. انا هسيب لكم الباركود بتاعي في الستوري اللي جاي، اي حد هيجي هنا ليه اوفر كبير قوي. مستنيكم كلكم تيجوا. يلا كلكم تيجوا. مساء الخير يا فندم، اخبار حضرتك ايه؟ لا النهارده ان شاء الله باذن الله، النهارده باذن الله هبعت لك اسعار الباقات واسعار الخطوط وهقول لك على ميعاد التسليم ان شاء الله. طب تمام. سلام يا فندم. سلام. سلوى يا حبيبتي، انا وصلت مع اصحابي اهو. تمام، اول ما اخلص هبعت لك على طول تاني. ساميه طمنيني، وصلت مع اصحابك ولا لا؟ اول ما تخلصي يا ساميه ابعتي لي على طول. سحر، ما تنسيش قبل ما تنزلي تبعتي لي صورتك وانت لابسه الطرحه والبلوز والبنطلون والكوتش. تمام. يا تامر يا هجرس جميل، انت صحتك مقويه قلبك. ثلاثه مره واحده؟ ما لو عندك قصه بتاعتي كده هتعمل ايه؟ ها هتعمل ايه؟ على فكره هم مش ثلاثه، هم خمسه يا خفيف. خمسه؟ ايوه خمسه. بقول لكم ايه، ما تعرفوش اذا كان في سوبر ماركت قريب ولا لا؟ عايز اشتري كارت اكلم ماما. انا معتقد ان في اول الشارع، لو مشيتي كده ودخلت يمين هتلاقي في وشك. ولا انفلونزا؟ اوكي افتحي عادي، افتحي وتظبطي انجلش. انا عندي شغل. طيب فتحتي لك، يا رب الخير ما تكون عاجبه سيادتك يا فندم. ايوه يا عم، اللي اداك الدينا باقتك تلاقيها ب 500 جنيه ما بتفصلش 24 ساعه نت، وشويه ستوريهات وشيرات ومش عارف وبوستات وبنات وكله. ايه صاروخ؟ الله اكبر عليك يا شيخه. طبعا انا انفلونسر، لازم النت يكون متوفر عندي على طول. في ايه؟ سلام، اللي مش شغله اللي مش لاقي له شغل. يا عم هو احنا هنحسدك؟ اللي اعطاك يعطينا يا معلم، مش كده؟ انت مش شايفها بتتكلم ازاي؟ هو ايه يعني كله اتكلم وجت على كلمتي؟ انا وقفت في زورك ايه؟ ما هو على طول بقول يا جماعه انا طول عمري بقول ان الشركه دي حراميه. ليه يا بنتي؟ شحنت الكارت وما شغلش النت برضو. انا بجد انا عايزه اكلم خدمه العملاء هزقهم. ما تسعيش نفسك يا ماما، هتكلميهم هيحطك على الهولد ساعه ويخصموا ال 50 قرش وفي الاخر يقول لك لديكم رصيد كافي. كبر دماغك. اقول لك على حاجه، خلي مدن يفتح لي كود سبورت لسه فاتح لخالد. وقته ايه؟ صاروخ. ستي ما تطلعيني من دماغك شويه، وانت ما ركيش غيري في القعده دي ولا ايه؟ مدين بص، سيبك بس من هاجر وافتح لي كده هوت سبورت، خليني اطمن ماما عشان يا جماعه هي اصلا من ساعه ما سافرت عمان وهي بتقلق عليا جدا. ولا يرضيك تقلبها لنا مناحه؟ لا ازاي؟ هي امك قاعده في عمان وانت قاعده هنا معانا؟ لا خير ان شاء الله، مش هيحصل لك حاجه. ثانيه واحده يا جماعه بس كده. وانا مش قلت لك توريني انت لابسه ايه قبل ما تنزلي؟ ولا انا ماليش كلمه عليك يعني ولا ايه؟ مفيش حاجه جت يا شيخ. يلا اقفلي دلوقتي وبعتي لي بسرعه. اجرس هم كده يا جماعه، ما نجوش غير بالعين الحمراء. طب احنا حمار باهت على القميص فعلا. طيب فاضلك يا شيخ، الباقه بتاعتي خلصت، اعمل انا ايه دلوقتي؟ المفروض انا انزل اسرائيل. يا جدعان درجة، يا جدعان بتضحكوا على ايه؟ الدرجة بتضيع مني، عايز ابيع خطوط، عايز ابيع خلاص. اهدى انا هفتح لكم هوت سبوت بجد، واعمل حسابك هتنزل لي ستوري وتكتب صاحبتي فتحت لي هوت سبوت وتعمل لي منشن كمان. عشان كده افتحوا. طب هو يلا. ايه ده؟ الباقة بتاعتي خلصت يا جماعة، انا النت فصل عندنا كمان يا جماعة. يا خبر اسود يا جدعان، إيه؟ انا بعت لسلوى يا ساميه، وبعت لسامية يا سلوى، وزمانهم الاثنين لو عرفوا هيخربوا عليا الدنيا. دمار. طب هنعمل ايه برضه؟ انا مش فاهمه النتيجه بتاعتي طالعه كمان شويه. اعمل ايه؟ مش هشتغل. نتيجه ايه وزفت ايه اللي انت دوشانه بيها من ساعه ما جيتي؟ انا بقول لك في ستوري مهم لازم انزله دلوقتي، هيحصل لي مشكله وما نزلتهاش. بقى ده كل اللي همك يا انفلونزا انت؟ يا ابني انا عندي شغل يا ابني. يا جدعان درجه، يا جدعان الدرجه بتضيع مني. اعمل ايه؟ طب اروح فين؟ بلا تارجت بلا ستوري بلا بتاع. انا ماما زمانها هتموت من القلق عليا، ده ما كانتش حجزت الطياره اصلا لمصر ونازلنا دلوقتي. ده حتى ولا فيس ولا واتس ولا انستجرام شغالين. طب يعني ايه برضه يا جماعه؟ انا مش قادره افهم، هو كده النت قطع مصر كلها؟ ايه ده يا جماعه؟ احسن يكون
في ثوره ولا حاجه. لا انا بقلق يا عم. ثوره ايه يا اوفر انت يا جماعه؟ ثانيه واحده بجد، الموضوع بجد ممكن يكون في كارثه بره ولا في حرب ولا حاجه وقطعين النت عشان ما اعرفش الضربه جايه منين. لا يا ستي حرب ايه بس؟ حرب ايه وماما في عمان وانا هنا لوحدي؟ حرب ايه؟ لا ما لا ان شاء الله ما فيش حاجه. عمان ايه يا ستي وحرب ايه؟ لا انا حاسس ان يعني بيجددوا سرعه النت بدل ما هي بطيئه كده. هو مش ممكن يا جماعه يكونوا بينزلوا افلام جديده على ايجي بيست عشان كده النت مهنج؟ اسكت بقى. عملت لي كده ايه في ايه؟ لا رد انت بقى. ولا يا تقول حاجه عدله هتمقطنا بسكاتك بقى. يا جماعه بس بص ابويا بيكلمنا. ابويا بيكلمني. الو يا بابا. يا بابا والله العظيم انا ما عملتش حاجه يا بابا. بابا انا كنت نايم امبارح بالليل يا بابا بدري والله العظيم. ما دخلتش على افلام ولا اتفتحت اي مواقع يا بابا. يا بابا يا بابا بابا والله العظيم يا جدعان يا بابا. ابويا موتني يا جدعان. فاكر ان انا اللي خلصت الباقه بتاعت الواي فاي امبارح وهو ما يعرفش ان دلوقتي ان النت قطع في مصر كلها. انت بتقولي ايه؟ طلعت بجد؟ طب وبعدين؟ طب تعرفي حد في الكنترول يجيبها لي؟ يا نهار اسود في يا بابا اقفلي. في ايه يا سيدي سبعتينا في ايه؟ النتيجه بتاعتي طلعت ومش عارفه اجيبها. انا لو سقطت هتنفخ في البيت. هاجر مفيش سقطه ان شاء الله. اسكت بقى. ايه طيب عملت ايه طيب؟ بس لا ان شاء الله هتعدي على خير. ثواني بس عشان في التليفون. ايوه يا ابني موجود اهو. عاوز ايه؟ بجد؟ طب استنى استنى. طب ما تخش امسحها من عندك ولا اعمل اي حاجه. اوه اوه ده النت قطع من مصر كلها. طيب خلاص خلاص. طيب اقفل اقفل دلوقتي انا هصرف. مالك يا ابني في ايه؟ في واحد دخل شتمني على السيرفرات بتاعتي مش عارف اعمل اي حاجه. لازم اخش امسح الشتايم دي. مش حوار يعني. ما تنرفزش نفسك يا عم. النت يرجع. انت معصباني برد عصبي ده. طب استنى كده. في رقم غريب بيتصل. استنى. الو؟ الو مساء الخير يا فندم. انا حنين. اهلا بحضرتك. لا لا انا تمام كويس مفيش اي حاجه خير. ماما مالها؟ ايه ده؟ لا يا فندم لا انا تمام مفيش اي حاجه تمام شكرا شكرا مع السلامه. يا حنين يا جماعه ماما عملت محضر عشان خافت عليا وافتكرتني اتخطفت. مامتك دي قلقه قوي يعني. اوفر اوفر المحضر قال وبتاع. بتحبني بتحبني. اه ساكت انا ساكت. خليك في نفسك خليك في نفسك. استني يا ابني في ايه؟ بتقول ايه؟ مدير انا؟ والله يا ابني ما عملت كده. لا 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 والله خالص. طب ايه اروح بحري طيب؟ اروح صعيد؟ اروح فين طيب؟ ما عملتش كده والله. في ايه صحيح مالك بتعمل؟ انت روشتني مالك بس في ايه؟ مديري بعت لي على الواتساب وما ردتش عليه. افتكر انا سرقت الفلوس والبضاعة. عمل لي محضر. خد من عندك. كان لسه بيتريق. خلاص. كان لسه بيتريق على المحضر. خلاص بقى بعد اذنكم خمسة هدوء عشان ابو النتيجة مخنوق. لو سمحت. ماشي يا سيدي. عايزة افكر خمسة هدوء. جماعة. جماعة. انا زهقانة. وانا قوي. ايوه هنعمل ايه دلوقتي يعني؟ مش عارف. ولا انا. يا جماعة طب ثواني اصلا هو احنا نازلين ليه؟ عشان نغير جو. عشان بقالنا كتير ما تقابلناش. اكيد عشان نصور صور جديدة يعني. ما عشان نفصل من الشغل يا جماعة اللي احنا فيه ده. عشان نفصل من الشغل. ما احنا نازلين عشان نفصل من ام الشغل اللي احنا شغالينه دوت. ليه مش بنعمل كده؟ ليه؟ بقول لك انت اخر واحدة تتكلم عن الموضوع ده. انت من ساعة ما انتجيتي وانت دوشانة بام النتيجة بتاعتك دي هتظهر امتى ومش هتظهر امتى واسكتي. والله انا برضه اللي بمسك الموبايل كل شويه. ويا جماعه انت زوروني مش عارف فين الساعه دي انا جايبها بكام. التيشيرت ده انا جايبه بكام. وانت اصلا مش هتعرف تجيب السلام. مش هتعرف تشوف كده. بس نوتيفيكيشن من تويتر. رجع النت رجع تاني. بس الواتساب مش شغال برضه. اه تصدقي ولا حتى الانستجرام. ثواني يا جماعه ده في تويتا بتقول ان الواتساب والفيسبوك والانستجرام هم اللي عطلانين. بس اهو بصي. ايوه ايوه هو فعلا جد. اه والله ده على فكره هم مش هيرجعوه اصلا. ده بص بيقول لك ايه مجموعه من الهاكرز تم هكروا واتساب وفيسبوك وانستجرام. ده كده اصلا عمرهم ما يرجعوه. طب واحنا هنعيش ازاي بعد كده؟ عادي يعني زي ما كنا عايشين قبل. مش حوار يعني يا جماعه. طب انا عندي فكره. تيجوا نلعب؟ نلعب ايه يا عم؟ شوف بس انا كان نفسي من زمان قوي امثل. هو احنا بنطيقك وانت كده لما بنطيقك وانت ممثل. اسكت اسكت اسكت. همثل ونلعب لعبه افلام. انت قديم قوي. تعرف تلعبوها؟ انا موافق. اهي موافق. يلا يلا بينا. وانا كمان موافق.
جا. النت جه بجد. النت جه. ايوه يا سلوى يا حبيبتي، انا خلصت مع اصحابي اهو وهجيلك. اللي جه النت جه.